أهلا بحضراتكم في فقرتنا الحوارية الأولى النهاردة في برنامج الحصاد، واللي هنتكلم من خلالها عن دور المنوط بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي. والحقيقة أن الهيئة فيها مجموعة من القطاعات اللي بتقوم على أنشطة كتيرة جدا، منها تحسين جودة الأراضي، مشروعات الري اللي بتحاول أنها ترفع من كفاءته، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والعديد من الأمور الأخرى الضرورية لعملية الزراعة والوقوف إلى جانب الهيئة الأخرى اللي محتاجة معدات هذا الجهاز القديم والعظيم. معانا الحديث عن هذا الموضوع النهاردة المهندس محمد مندور، رئيس الإدارة المركزية لتحسين الأراضي وتطوير الري. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. وإلى جواره دكتور حسن معوض، مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار. أهلا بحضرتك. بداية نعرف السادة المشاهدين بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي والدور المنوط بها. باشمهندس تفضل. الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي هي هيئة تابعة لوزارة الزراعة، بتقوم على عملية صيانة الأراضي الزراعية القديمة، وبتقوم الهيئة برضو بدور في استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة. والهيئة فيها إدارة مركزية للدراسات، الإدارة دي منوطة بأنها في خطة عامة للهيئة. الخطة العامة دي بتحدد على محافظات الجمهورية، والخطة العامة دي بنقوم بعمل دراسات حقلية أخذ قطاعات من التربة وتحليل في المعامل المركزية اللي موجودة عندنا، تحليل التربة، وعندنا تحليل للمية، وبناء عليه بنحدد المشاكل اللي موجودة في التربة على أساس إن احنا نبدأ نعالجها. هيئة تحسين الأراضي فيها بتقوم بأربع عمليات أساسية للمزارع، لخدمة المزارع. أول حاجة هي الحرث تحت التربه لتحسين خواص الصرف، اضافه الجبس الزراعي لازاله الملوحه الموجوده في التربه، التسويه بالليزر، اعمال التسويه بالليزر، تطهير الملاوي والمصارف الفرعيه داخل الحقول. هيئه تحسين الاراضي بتشترك اشتراك اساسي في عمليات ازاله التعديات على اراضي الدوله، وازاله التعديات على اراضي المزارعين، و أراضي نهر النيل. هيئة تحسين الأراضي لها مستهدف كخطة عامة كل سنة بيتحدد على بناء على قدرة واحتياجات المزارعين اللي موجودين في المحافظات. هيئة تحسين الأراضي عندها معدات من جرارات قدرة حصانية عالية فوق ال 150 حصان، مش متوفرة في أماكن تانية. عندنا الحرث تحت التربة، الهيئة هي المتميزة وهي الجهة الوحيدة اللي بتقوم بعملية الحرث تحت التربة. الحرث تحت التربة ده بيساعد على تفكيك الطبقة الصامة الموجودة من خلال الحرث السطحي المتكرر بصورة عامة من مئات السنين، وبالتالي بنقدر نعمل عملية تهوية للتربة وتوصيل مياه الصرف للصرف المغطى أو المصارف الحقلية. بنقوم برضو بعملية تطهير المراوي والمصارف في الأراضي القديمة وفي الأراضي الجديدة. بناخد من كل مركز 4-5 نواحي كدراسة بالتناوب كل سنة، وبنحدد كميات الجبس المطلوبة، وبيقوم الجهاز بعمل حرث تحت التربة وإضافة الجبس الزراعي والتطهير الآلي للمراوي والمصارف الفرعية. الهيئة عندها معامل مركزية بتقدر خارج نطاق الخطة، بتقدر أي مزارع محتاج أرض، واخد أرض جديدة، عايز يعرف إيه مشاكل التربة اللي هو واخدها، أو إيه هي مشاكل المية اللي هو يبدأ يروي بيها. عندنا معامل مركزية في الإدارة المركزية للدراسات، بتقوم الهيئة بأخذ هذه العينات وتحليلها وكتابة توصيات للمزارع بحيث علاجية، بحيث ان هو لو اتبعها ان شاء الله تنضم الاراضي الجديدة. الهيئة متمثلة في اربع ادارات مركزية: الادارة المركزية لتحسين الاراضي وتطوير الري، الادارة المركزية للدراسات، الادارة المركزية للشؤون الهندسية، الادارة المركزية للشؤون المالية. الهيئة عندها
كم من المعدات يفوق 300 جرار وال150 حفار متوزعه على 26 منطقه عامه في كل محافظه منطقه، والمناطق دي فيها مناطق فرعيه بتصل الى 75 منطقه فرعيه. هنيجي كل الحاجات دي، بس بدايه كده كنا عايزين ناخد فكره عن الموضوع ككل. فاعتقد دلوقتي الساده المشاهدين عارفين انه احنا بنتكلم عن هيئه منقسمه لاربع ادارات، تحسين وتطوير تحسين الاراضي وتطوير الري، واللي حضرتك بترأس الاداره المركزيه أيوة ليها، الدراسات، الشؤون الهندسيه والشؤون الماليه، وان احنا يعني هذا الجهاز العظيم بيساعدنا على صيانه الاراضي القديمه عن طريق المعاملات اللي بيقوم بيها، الجبس، الليزر، تسويه الارض واستصلاح الاراضي الجديده، وجهه استشاريه لاي حد عاوز يحلل التربه عشان يعرف مشاكلها ويقوم على علاجها، ومساعدة الدولة في إزالة التعديات. كل ده علشان يتم لازم يكون في قدر كبير من المعلومات اللي يساعد الجهاز على أداء كل ده. فاحنا نبقى عارفين احنا عندنا كم معد أو كم جرار، عارفين اللي عن يعني محتاج صيانة واللي مش محتاج، عارفين الأراضي اللي احنا مستهدفينها قد إيه. وده هيتمثل بقى مع حضرتك دكتور حسن معوض، مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار. الرأس المفكر أو العقل المفكر لأي هيئة هو القسم ده أو المركز ده، فنتكلم عنه وعن دوره. والله في الأول بنقول إن الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار هي إدارة عامة تتبع السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة مباشرة، وبيندرج تحتيها عدة إدارات، في إدارة النشر وإدارة الإحصاء وإدارة الحاسب الآلي وإدارة دعم اتخاذ القرار. طبعا إحنا كمركز معلومات البيانات بتجينا من الادارات المركزيه المختلفه اللي اسلف باشمهندس سؤال عليها، الاربع ادارات او اي ادارات تانية بتجينا على صوره تقارير. التقارير دي بناخدها ونشتغل عليها بشكل احصائي وبنقدمها للسيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الاداره، سواء لو هيقدمها لاي جهه خارجيه زي وزاره الزراعه او قطاع الشؤون الاقتصاديه لازم تعدي على مركز المعلومات وتتراجع البيانات اللي فيها، بحيث ان هي تكون يعني ايه يعني تكون طالعه مظبوطه او بالشكل اللي المفروض تروح عليه اي جهه خاصه بالوزاره. ده عن طريق مركز المعلومات. الادارات اللي تحت مركز المعلومات اداره الحاسب الالي في الهيئه، ودي بتختص بان هي بتقوم بوضع المواصفات الفنيه الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي والطابعات والإسكانرات اللي الإدارات المختلفة دي بتحتاج إليها، وده بيكون عن طريق الشراء المركزي من الوزارة. إدارة النشر طبعا بنقوم إحنا في الإدارة عندنا بإعداد النشرات الفنية للمزارعين أو للجمعيات الزراعية، بحيث إن إحنا بنشرح فيها الدور اللي بتقوم بيه الهيئة من ناحية تحسين الأراضي. ده باختصار الدور اللي بتلعبه، علاوة بقى على أي تكليفات تانية بيكلفنا بيها السيد رئيس مجلس الإدارة احنا بنقوم بيها يعني على أكمل وجه. الجهات اللي بتطلب معلومات عادة منكم أو يعني بترسل لها معلومات، الجهات الدولة الوزارة طبعا وزارة الزراعة طبعا دي بصفة أساسية ورئيسية، وقطاع الشؤون الاقتصادية دول باستمرار يعني عشان في مثلا نعرف ايه اللي ناقص او نجدده او كده يعني. هو في برامج خاصه بالامن المائي. طبعا احنا بنتواصل مع قطاع الشؤون الاقتصاديه، هو في كل جهه، هم طلبوا من كل جهه، طلبوا من الوزاره، من كل الهيئات التابعه للوزاره ان هم يرشحوا حد في الجهه يكون مسؤول عن تجميع بيانات معينه ويقدمها للشؤون الاقتصادية، علشان هما بيبعتوها لمجلس الوزراء بعد كده أو بيبعتوها لمجلس الشعب برضو، خاصة في برنامج الأمن المائي. أرجع لحضرتك باشمهندس محمد ونتكلم بقى عن إدارتك شخصيا، الإدارة المركزية لتحسين الأراضي وتطوير الري، وأعتقد دي من أهم الإدارات اللي موجودة في الجهاز اللي لها احتكاك بالمزارعين وبتعمل لهم خدمات. بالمزارعين أبرز الخدمات اللي بتقدمها الإدارة. الإدارة المركزية لتحسين الأراضي وتطوير الري بيتبعها 26 مدير عام منطقة في 26 محافظة. في ادارات مركزيه موجوده، ادارات عامه، وفي ادارات خاصه بالتحسين، وادارات خاصه بالتسويه بالليزر وتطوير الري، وفي تحتهم
إدارات فرعية للحرت للليزر للمتابعة، الإدارة المركزية لتطوير الري لتحسين الأراضي لتطوير الري، هي الإدارة المركزية المنوطة بتنفيذ أعمال خطة الدولة داخل الهيئة، ودي بتتم تحت إشراف السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة. بنقعد نحدد الخطة العامة لكل سنة، يعني احنا في خطة عام 19-20 اللي احنا حطيناها قبل 1/7 قبل السنة المالية الجديدة، حطينا خطة تتناسب مع حجم المعدات اللي موجودة والأماكن اللي موجود فيها الخدمة اللي هتتم للمزارعين. احنا حطينا السنة دي حوالي 180 ألف فدان حرت تحت التربة، حطينا 100 ألف فدان تسوية بالليزر، حطينا حوالي 190 كيلو 156 كيلو 156 كيلو تطهيرات في المراوي والمصارف. إلى جانب عملنا جانب عمل الإدارة الإشراف الفعلي على أداء العمليات التنفيذية. إيه اللي في عمليات زي ما قلت لحضرتك قبل كده، لازم يتم الحرت تحت التربة عشان أعمل منظومة عمل يستفيد بها المزارع في مكانه، يبقى لازم بربط الحرت تحت التربة طبقا للدراسات، وبربط كميات الجبس اللي هتحتاجها المساحة اللي تم عليها الدراسات، ودي احنا بنتناوب من سنة لأخرى بحيث ان احنا نغطي الأراضي القديمة على مستوى الجمهورية. تسويب الليزر في الوقت اللي احنا فيه ده احنا محتاجين فعلا، لان احنا نقوم بتسوية الأراضي القديمة والجديدة كلها تسوية دقيقة بأشعة الليزر. التسوية الدقيقة دي ايه فايدتها؟ اولا فايدة تسوية بالليزر هي توفير من 20 ل25% من نسبة مياه الري، وبالتالي بخفض من 20 ل25% من المحروقات اللي هي مكن الري اللي بتطلع الميه، وبزود نسبة الإنبات، لأن الأرض كلها لو هي زيرو ليفل وبالذات في المحاصيل مثلا اللي بتحتاج ميه مسطحة زي محصول القمح، وده محصول استراتيجي، أو محصول الأرز وده برضو محصول استراتيجي، بيتم الري بالغمر. الري بالغمر لو الأرض غير مستوية هيبقى فيه أماكن منخفضة وأماكن مرتفعة، بالتالي التقاوي اللي اتحطت في الأماكن المرتفعة بتفسد، واللي اتحطت في الأماكن المنخفضة بتفسد. فأنا بقلل نسبة الإهدار في التقاوي وبزود نسبة الإنبات بعملية تسوية بالليزر، بزود العائد بالنسبة للمزارع من المحصول من 15 ل 20%. ليه؟ لأن طول ما نسبة الإنبات كانت متماثلة وقوية، مفيش ترقيع، مفيش تبوير، مفيش داخل المساحات، بوصل المزارع للاستفادة من المساحة الكلية للأرض المزارعة اللي هو زراعها. هنكمل في النقطة دي وإزاي ممكن التسوية بالليزر يكون لها فوائد، بس اسمح لنا هناخد اتصال هاتفي. الأستاذ صالح من الأهلية، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا استاذ احنا في المغامرة ما عندناش ميكانة خالص، وبنشتغل على القطاع الخاص، والله بيحطوا لنا الفدان وش واحد ب 450 جنيه. حضرتك في أنهي منطقة في الأهلية؟ متغامر. أنا في متغامر. ده حضرتك يعني عارفه. طيب يعني يبدو ان مشكلتك معروفه المهندس محمد مندور، هنجاوب لك عليها يعني. لو في اي استفسار تاني قول. احنا عندنا محطه في اجه، وعندنا في السنبلين، ومتغمر بالذات ما فيهاش. تمام شكرا لحضرتك، هنجاوب عليك، بس اسمح لنا ناخد برضو اتصال تاني قبل ما نجاوب على الاجابات كلها. مهندس عاطف من الشرقيه معانا، اهلا بحضرتك يا باشمهندس. استاذ نهله، ازيك يا ست الكل؟ الحمد لله زي حضرتك يا فندم، اتفضل. طيب دلوقتي جهاز تحسين التربه عجز جدا. كان الاول دوره كويس جدا، وكان محاريته تحت التربه. لا انا صعبان علي، مفيش المصاريف اللي عليه، وبعدين المساحات اللي بقول عليها الباشمهندس بسيطه، ايه 100,000 فدان؟ لا في حاجات كتير مطلوب منه اكتر من كده، لان هو تحسين التربه هو الاساس. الليزر دلوقتي في جرارات كتير اهالي وممكن بتغطي معاهم، لكن الحاجات التانيه الكتير
اللي هو محرر تحت التربة والعمق، حاجات كتير كتير. هو جهاز معذور لأنه بقاله مدة، والتجديد اللي بيحصل عليه، أنا عندي محطة هنا في فاقوس صعبان علي. الموظفين معظمهم طلعوا على المعاش، واللي بيشتغل عدد بسيط، والأجهزة تعبانة. الأول كنت بفرح لما شوفها، فيعني يا ريت ينظروا لهم ويدوهم دعم، والأجهزة الجديدة يبقى نتيجة ما موجودة، لأن دلوقتي الأجهزة اللي موجودة أو المحاريت اللي موجودة غالية جدا، صعبة على الفلاح إنه يجيبها. اللي بيجيبوها كتجاري وبيجيبوهم استيراد مستعمل، يعني بجيب من بلوة لبلوة. فإحنا بنطلب إن المحطات دي تدعم، وتدعم بعاملين جديد يقدروا الفكر الجديد والنظام الجديد، والأجهزة الليزر، جهاز الليزر يتحدث، الحاجات الأمريكاني لأن وربنا يقويهم وكتر ألف خيرهم. بشكر حضرتك يا باشمهندس. أنا بطلب منهم بس. بشكر حضرتك، ولو بتنتقد برضو اهلا بيك ومرحبا بيك في اي وقت يعني. شكرا جزيلا باشمهندس عاطف، شكرا جزيلا لحضرتك. ويعني معلش نوزع الاسئله على حضراتكم. حضرتك عندك درايه يبدو بمشكله الاستاذ صالح من الدقهليه. استاذ صالح من الدقهليه من ميت غمر. استاذ صالح، احنا محافظه الدقهليه فيها اربع مناطق فرعيه موجوده. بمحافظه الدقهليه فيها اكثر من حوالي 18 مركز او اكثر من 18 مركز. احنا مقسمين لكل مركز لكل منطقه فرعيه ثلاث مراكز. منطقه السنبلاوين بتخدم منطقه السنبلاوين واجا ومتغمر. اذا كانت المسافه بعيده احنا ممكن، وفي اقبال شديد، احنا ممكن بناخد جزء من الاداره الزراعيه زي ما بنعمل كل سنه، وبنحط الجرارات بتاعتنا بحيث انها تبقى متناول مزارع متغمر، لانها بتبعد عن السنبلاوين حوالي 35 كيلو. ال 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 هو حضرتك هو خلط ما بين جهاز تحسين الاراضي ومحطات الميكنه، لانه قال ان في محطه ميكنه في اجا، محطه ميكنه في اجا، محطه ميكنه في السنبلاوين، ده صح. ومنطقه تحسين الاراضي الفرعيه في الدقهليه في السنبلاوين اللي هي بتخدم مركز السنبلاوين واجا ومتغمر. انا بوعده ان شاء الله لو في اقبال ونتم الكلام ده من خلال التعاون مع مديريه الزراعه بالتاهليه، ان احنا نحط جرارات في متناول مزارعي متغمر اذا كانت المسافه بعيده عنهم او مش قادرين يتواصلوا معاهم. طيب هناخد برضو اتصال هاتفي تاني وارجع بقى حضرتك يا باشمهندس رد عليه. دكتور الاستاذ اسعد من سوهاج، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اكلم باشمهندس لو سمحت. هو سامع حضرتك، اتفضل سؤالك ايه؟ انا عندي حته ارض في الجبل فيها شويه طفله جامده قوي كده، وكل مزرعه فيها. ايوه سامعينك يا فندم، اتفضل. كل المزرعه فيها ما بيتخضر لهاش زرع، ولا ما فيهاش زرع خالص. عاوز تحلل التربه يعني تعرف الاسباب ايه؟ طيب هنجاوب على حضرتك يا استاذ سعد، شكرا ليك. استاذ جابر من البحيره، اتفضل معانا، اهلا بحضرتك. ايوه اتفضل يا فندم، حضرتك على الهواء. محمد سامح اسال سؤال. ايوه اتفضل. أيوة. نوطي بس التلفزيون اتفضل لو سمحتي. عاوز اسال باشمهندس بس على التربه الارض. ايوه على الاخر والله ممتع على الاخر. مش سامع يا فندم معلش. التربه عندي، التربه في الارض بكل مزرعة زرعه كده تنشأ من فوق ومن تحت، ومن تحت تنشف من فوق ينزل من تحت، والتربه نفسها بتموت الزرع. تربه ايه؟ مش احنا مش قادرين نفسر الكلام، هي بتنشف من فوق ومن تحت؟ لا بتنشف من فوق وينزل من تحت، والجبل في الاخر الاقيه بني كده. عفن بني. عفن جذور. عفن جذور. ومن تحت لما تيجي تلاحها كده الاقي فيها، الاقي جذرها بني. عفن جذور. تمام. حضرتك عايز تعرف السبب ايه يعني؟ وبعدين الحتت بقعت عيالة في الارض كده، مش كل الارض. طيب بشكر حضرتك يا استاذ جابر، هنجاوب على حضرتك حالا. طب نروح لدكتور حسن الاول. يعني مهندس عاطف من الشرقيه كان بيقول ان احنا يعني عاوزين، يعني هم عاوز يدعم الجهاز شعوره بانه مهم يعني. وبيتكلم عن الاستشارات الفنيه بشكل خاص، هو قال لك ممكن حتى الجرارات، ممكن الميكنه نتصرف فيها احنا،
وقال ان المساحات دي مهما كانت كبيره هي دي قدرات الجهاز لكنها قليله بالنسبه للمساحه المزارعه 100,000 فدان او 180,000 فدان او غيره. فنرد عليه كده ونكمل الرد على باقي المتصلين. احنا بس نعرف ان المساحات دي احنا طبعا دي يعني الهيئه بتحددها بناء على دراسات الهيئه بتقوم بيها. الدراسات دي طبعا لما بتتم على اساس عدد المعدات الصالحه اللي تقدر تنفذ ده في 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 في, في محافظات الجمهوريه. فانا دلوقتي ما اقدرش اكتر المساحه او ازود المساحه وانا ما عنديش معدات. طب انا المعدات دي لو انا عايز اجيب معدات انا محكوم بميزانيه للهيئه. ميزانيه الهيئه يعني قد تكفي مثلا ان انا اشتري 10 جرارات في السنه. يعني انا بعمل احلال وتجديد بصلح القديم وبزود عدد معدات للايه للميزانيه بتاع السنه اللي موجوده. وعلى ما يعني انا ببقى في اول السنه دلوقتي الميزانيه بتتاخر على ما بتتصرف واجيب المعدات بتيجي المعدات دي يعني قريبه قوي من نهايه السنه الموسم اللي بعده الموسم اللي بعده. فانا ما اقدرش ازود مساحه على عدد معدات عندي قليل. منطقه شرقيه فيها 7 مناطق فرعيه من ضمنها منطقه فقوس. الاستاذ فاضل تفضل بانه منطقه فقوس فيها المعدات قديمه او قال ان الجهاز قدم. احنا بعتين جرار جديد السنه دي. الهيئه رئيس مجلس اداره الهيئه اصر ان احنا ندخل 15 جرار الشهر في شهر 7 اللي فات. 15 جرار قدره حصانيه 180 حصان بعصبيات جديده باجهزه ليزر جديده. وادينا منطقه فقوس جرار جديد لخدمه الاراضي في مركز في منطقه فقوس. جميل. ناخد اتصال تاني ونرجع نكمل باقي الاجابات. معانا الاستاذ محمد من كفر الشيخ، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك عايز اسال، ان عندي الارض بعد ما تروه الوش بتاعها بيحمر كده وبتنفر زي ملوحه. الوش بيحمر وبقى فيها ملوحه؟ بعد الري. ماشي يا فندم. ماشي، في اي اسئله ثانيه؟ شكرا لحضرتك استاذ محمد. طيب كان الاستاذ سعد من سوهاج بيقول انه عنده منطقه في الجبل زارعها وفيها طفله ومش عارف يتصرف فيها ازاي. انا عارفه انه حضراتكم يعني ممكن يكون ده مش صلب الموضوع، لكن الناس يعني بنحاول نساعدها بقدر الامكان. هو احنا طبعا مش هنقدر نسيبه من غير رد، لان هو يعني مزارع وعايز يزود الرقعه الزراعيه وعايز يستفيد من ارضه ويحقق عائد، لان هو اكيد بيصرف على الارض وما بيحققش عائد. هو الاجراءات المطلوبه ان هو يجي يقدم طلب في منطقه سوهاج. هو من سوهاج حضرتك؟ هو من سوهاج. يقدم طلب في منطقه سوهاج، يتاخد عينات من كل من المساحه، عينات تربه بحيث ان احنا من 0-30 من سطح الارض لتحت 30 سم ومن 30-60 بحيث ان احنا نشوف نوعيه هو بيقول ان الارض فيها نسبه طفله، نوعيه الطفله دي هل هي بتمنع نزول الميه للصرف؟ وبالتالي بتحتفظ بكميه ميه كتير فبيحصل عفن جذور، لانه بيقول انا بشوف جذر النبات بني، ده عفن جذور ده اكيد. ده استاذ جابر من البحيره. الاستاذ جابر من البحيره نفس فاحنا بنقول له اتصل بالاداره العامه لجهاز تحسين الاراضي في سوهاج، وهي هتقوم بدورها باخذ العينات وتحليل العينات وتكتب توصيات، واحنا نشوفها ان شاء الله اذا كان فيها اي خدمه ممكن نعملها حال تحت التربه او نعمل لها مراوي مصارف صرف تاني مدعم بحيث ان احنا نسهل حركه المايه عشان الارض ما تحتفظش بالمايه. طيب الاستاذ جابر من البحيره كان بيتكلم عن التربه بتنشف وانه فيه عفن، والاستاذ محمد من كفر الشيخ اللي اتصل دلوقتي بيتكلم عن انه بعد الري بيشوف الوش بيحمر وفيه ملوحه، فهل ده برضو يعني يتوجهوا لاجراء تحليلات للتربه ولا ايه؟ والميه. يعني صحيح. الاستاذ محمد بيقول بعد الري بحس ان التربه بتحمر بعد الري مباشره. انا مطلوب منه حاجتين، ان اولا هيروح الاداره العامه للجهاز في كفر الشيخ جهاز تحسين الاراضي، هيطلب منهم تحليل العينات للميه ميه الري وتحليل عينات التربه بحيث ان احنا نعرف نقف على الاسباب اللي ادت للسبب ده، واحنا ان شاء الله يبقى في امل ان احنا نبدا نعالج المشكله. طب دكتور حسن، الناس بتتساءل عن المقابل المادي للخدمات اللي بتقدمها الهيئه، فنقدر نكلمهم عن ده بحس وعارفين يعني؟ طبعا
احنا كهيئة يعتبر أسعارنا منافسة للسوق، أسعار هيئة تحسين الأراضي، وده هدف من أهداف الهيئة اللي هي بتسعى عليه دائما، ان هي بتعمل توازن في أسعار الخدمات اللي بتقدمها للمزارعين. احنا لو قارنا أسعارنا بأسعار السوق اللي بره، يعني احنا مثلا لو هنتكلم في أسعار الخطة، الخطة العامة دي بتكون مدعمة طبعا، هي الخطة بتكون بناء على دراسات حقلية ومعملية تمت برضو، دي خطة سنوية بتقوم بها الهيئة. فعندنا مثلا فدان الأراضي، لو أنا فدان الأرض لو أنا عملت له حارت تحت التربة، ده بيكلفني 60 جنيه للفدان، بيتم سداد المبلغ على 3 سنين عن طريق الضرائب العقارية. لو أنا مثلا قمت بشراء أو ضفت الجبس الزراعي علشان أحسن بيه التربة عن طريق الخطة العامة برضو، فهلاقي إن أنا بدفع 72 جنيه برضو على 3 سنين. لو أنا جيت طهرت، قمت بعملية تطهير للمصارف الحقلية، هلاقي إن الساعة بتكلفني 140-145 جنيه على 3 سنين. فأنا بالخطة العامة دي أنا بدعم المزارع. طيب لو أنا جيت قلت إن الأرض دي مش داخلة في نطاق الخطة بتاع التحسين، هل ما أقومش بعملية تحسين لو فيها مشكلة؟ لا، أنا بيجي العميل لو هو مش داخل في الخطة وعايز يقوم مثلا بالحرد، طيب عايز يقوم بعملية التطهير، بعمل له الكلام ده مثلا يعني الساعة ب 190 جنيه. لو أنا شفت الحرد تحت التربة زي ما كان بيتكلم الأستاذ اللي بيتصل ده، بيقول ما فيش محاريد تحت التربة في السوق إلا في تحسين الأراضي، فدي خدمة مميزة عندنا ومش عند غيري. الأسلحة بتاعتي بتبقى يعني محاريد تحت التربة بتصل لأكتر من 60 سنتي. لو قلت مثلا التسوية بالليزر تعاقد خاص ب 230 جنيه للساعة، بره كان بيقول الأستاذ برضو ب 450 جنيه، يعني أنا بديها ب 230 وهو بيديها بيشوفها بره ب 450 جنيه. فأنا أسعاري يعني منافسة للسوق. طب أنا هاخد اتصال تاني ونرجع نكمل في النقطة دي. معانا الأستاذ سيد من الأليوبية. ألو، اتفضل يا فندم. أيوه يا سيدي، اتفضل يا فندم. أمورين حضرتك. أنا عندي سؤالين لحضرتك. اتفضل. أنا عندنا لي عرض على ترعة مجدولة اسمها ترعة الزهرية تبع مركز الأناظر، المية بتيجي ده بانتظام شديد 10 أيام وخمس أيام. عندنا ترعة تانية عليها 960 فدان مش مجدولة، ما بتطهرش إطلاقا. بحدد الطهارة فين المكان، مفيش، يقول لك لا دي مش مجدولة مش تبعنا. ثم ان الحرث العميق اللي الدكتور بيقول عليه الساعة 190 جنيه ونوفر 230 جنيه ونوفر 220، يعني ما بروح اتعوض ان المكنة بيديني من تاريخ خروج الجرار من عنده، ما بيدينيش من تاريخ من ساعة وصول الجرار البلد. طب انا ذنبي ايه في المسافة اللي بيقطعها الجرار عبال ما يديني، بياخد 30 ساعة ساعة، انا اتحمل ساعة رايح وساعة جاي ليه؟ تمام، في سؤال تاني ولا كده ده تمام؟ لا، اهم حاجه تطهير الترع. حضرتك الترع عليها 960 فدان، طب ايه اللي ما خلاش طهر؟ ما بتطهرش، الجمعيه بتطهرها، بتجيب كراكه بلدي كده بتطهر شويه سنه كل 3 سنين، اهدار للميه وعدم انتظام الميه، وايه اللي في المحصول؟ هنجاوب على حضرتك حالا يا استاذ سيد، شكرا ليك. اسمع الاجابه من التلفزيون يا فندم. المهندس محمد هو عنده سؤالين دلوقتي. اتفضل. الخاص بالترعه اللي مش مجدوله مع انها بتخدم عدد كبير من الافدنه وده بيعمل لهم مشكله، والسؤال الثاني الخاص بانكم بتحتسبوا السعر ده من ساعه خروج الجرار من المكان. جميل. بالنسبه للشق الاول من السؤال، هو قال ان في ترعه مجدوله وبيتم الجدوله دي يعني تتبع وزاره الري، هي بتتم تطهيرها من خلال وزاره الري. الغير مجدوله عايزين ايه؟ هو مش داخل نطاق الخطه، مش داخل نطاق البلاد اللي تابع فيها دراسات وبيتم تنفيذ فيها الخطه. فبنعمل ايه؟ برضو بنسارع احنا بعمل محضر مجلس اداره من الجمعيه، بيعتمدوا من الاداره ويجيبه لنا، هننزله حفار على التو والفور، ان احنا ما مش متاخرين. محضر مجلس اداره من الجمعيه يعتمدوا من الاداره الزراعيه، بحيث ان احنا ندخل البلد تطهيرات عشان نسهل عمليه الري. الشق التالي، أيوة، من السؤال. الشق الثاني من السؤال زي ما قال الدكتور حسن،
انا تحديد السعر، تحديد السعر مع الوزير بيشدد على ان احنا نعمل توازن في السوق، نعمل توازن في السوق. الدكتور سعيد حماد رئيس مجلس اداره الهيئه برضو حط النقطه دي قدامنا وقال لازم نعمل توازن في السوق. يعني انا مع انا الجرار بتاعي لما حضرتك هو بيقول بيحرط الجرار وش واحد ب 300 جنيه تقريبا، لا انا الجرار بتاعي بيعمل من 2 ل 3 فدان حرت حرت. يعني لو قلنا ان السحب 190 جنيه وهقول 2.5 متوسط، الفدان مش هياخد 70 80 جنيه. انا بحسبها بقى عمليه اقتصاديه، هو هيحرت 10 فدادين او محتاج ياخد 10 ساعات. ال 10 ساعات دول لو خدوا ساعه طريق انا بحمله الطريق. انا بحمله الطريق ليه؟ لان الجهاز المركزي حدد وقال ان عدادات المعدات يتم ما يبقاش فيه اي ساعات تهدير او طريق. وبناء عليه السعر بتاعنا متدني كتير عن القطاع الخاص، يكاد يكون 50% من القطاع الخاص. وهو بالطريق هيئه تحسين الاراضي هي بتوفر للمزارع قد القطاع الخاص من بره حوالي ضعف. ويبقى هنا الاحسن له ان هم يتفقوا كمجموعه من الجيران انه يعملوا الحرت ده مثلا في ميعاد واحد فيتم توزيع الرقم عليهم. وحضرتك هو ده اللي بيتم ليه؟ لان هيئه تحسين الاراضي بتشتغل في الحرت والتسويه بالليزر على الارض الفاضيه، يعني فرق ما بين موسمين زراعيين. زي الموسم الشتوي اللي احنا بصدده في شهر 9 و10 و11 سبتمبر واكتوبر ونوفمبر. احنا بتبقى الاراضي في داخل الحوض، الناس اللي زرعوا رز خلت الرز ودرسته والاراضي فاضيه. هو لو الارض بتاعته مساحه فدان او 2 فدان والطريق هيمثل بالنسبه له عقبه، ممكن يجيب جيرانه في الحوض بننزل على طول. حتى لو ما تمش التعاقد في المنطقه وجي مزارع والجرار موجود في الارض وبقول انا عايز اخد الجرار، بنوافق مباشره وبيتم سداد المبلغ، وبالتالي الطريق بيتقسم على المجموعه كلها. لو سمحوا لنا ناخد اتصالات النهارده كتير، في اسئله كتير. الاستاذ امين من الجيزه اتفضل يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل. انا بحيي الساده الضيوف الباشمهندسين. شكرا لحضرتك، اتفضل. ارض ستيلا فردوس صابر واخيها احمد حسين صابر التابعه لقريه ذات الكوم امبابا جيزه. هذه الارض مهربه 100 فدان، وبمعرفة لجان الاستيلة واللجان القضائية، وهذا بلاغ مني لمنبركم للسيد وزير الزراعة أن هذه الأرض معربة وأرجو فتح ملف هذه الأرض. طيب طبعا هو ده ملوش علاقه بموضوع حلقتنا النهارده، واذا كان حضرتك عندك بلاغ فلتتقدم به للنيابه العامه يا فندم، واذا كان الوزير سمعنا او احد وممكن يحقق في هذا الموضوع فهنعمل ده مباشره ان شاء الله. بنتمنى حضرتك تتوجه للنيابه العامه لو عندك مستندات تدل على ذلك وعدم اتهام الناس جزافا على الهواء. استاذ محمود من البحيره اتفضل يا فندم. السلام عليكم فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك بالنسبه لمساحات القطن عندنا. ايوه يا فندم. مساحات القطن فيها يعني القطن كبر دلوقتي وفي لوز مفتح، في مساحات كبيره خالص لمرة في الكلمه زي ما يكون فيها زبون متاخر. ماشي، بتنشف كده على بعضها مساحات كبيره وما فيش محصول خالص بالنسبه لمساحات كبيره خالص عندنا في كفر البواطن الحقيقه. فاحنا مش عارفين ايه المشكله دي صراحه، يعني الفلاح صراحة اتدمر خالص بالنسبة للقطن السهل. ما حضرتك ما فيش حد إرشاد زراعي توجهت مثلا المديرية أو حاجة عشان تعرف المكافحة الموضوع ده؟ والله ما في حد، ده يعني حتى الأرض اللي هي اللي بتكلم حضرتك عليها مساحات كبيرة فيها بيبقى المصايد اللي هي بتاعت زمان ديت بيجي يبص عليها ويغيروا المية بتاعتها، ما بيغير ميته وخلاص ويكتب بياناته عليها وخلاص ويمشي. مش شاغل باله مثلا بإن فيها مشكلة فيها حاجة، ما بس هي صراحة مساحات كبيرة خالص خالص واعتبر ما فيش محصول قطن خالص في البحيرة. طيب بشكر حضرتك يا استاذ محمود، يعني نقدر نجاوبه يعني برضو في حدود الموضوع على قدر الامكان، لان هو ممكن يكون تخصص اخر يفيده اكتر. الاخ بتاع الجيزة ما نقدرش نجاوب عليه. الاخ بتاع البحيرة هو في مديرية الزراعة في البحيرة فيها ادارة للمكافحة
يلجأ ليها، يقدم طلب وينزلوا يعملوا معاينه ويشوفوا ايه الاسباب علشان نقدر نعالج الاسباب. هو كان المفروض طبعا احنا في اخر النهارده اخر يوم في شهر سبتمبر، كان المفروض الكلام ده تم مع بدء تفتيح اللوز في اول سبتمبر او في نص اغسطس، بس برضو لازم يتوجه على وجه السرعه يروح مديريه الزراعه بالبحيره ويقابل السيد المهندس مدير الاداره للمكافحه ويشوف منه ايه الاسباب اللي ادت لضياع المحصول. تمام. طيب احنا طبعا اتكلمنا عن الخدمات المباشره اللي بتقدم للمزارع ومن خلال الاتصالات الهاتفيه، اتكلمنا عن الجبس، التسويه بالليزر، اتكلمنا عن تطهير المراوي، لكن عاوزين نتكلم كمان عن مساهمه حضراتكم في ازاله التعديات، دور برضو الهيئه في ازاله التعديات على الاراضي الزراعيه يا دكتور. والله الهيئه طبعا هي المنوطة بحماية الأراضي الزراعية عن طريق المشاركة مع الجهات المعنية زي وزارة الداخلية. طبعا احنا بيجي لنا قرارات تنفيذ إزالة، ان احنا بنطلع بنشارك في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من خلال الوحدات، بمشاركة الوحدات المحلية برضو، ان احنا بنطلع بنشارك معاهم طبعا بمعداتنا. احنا الهيئه بتعمل ايه برضو علشان تدعم الموضوع ده؟ السنه دي تم شراء 4 حفارات مزوده بشاكوش للمشاركه والمساهمه في حمايه الاراضي الزراعيه. طبعا احنا بنتلقى التعليمات بمرافق زي ما بقول لحضرتك كده، الوحدات المحلية والشرطة، لازم يبقى فيه تأمين من الشرطة، وبنطلع بنزيل جميع التعديات سواء على نهر النيل زي ما قال الباشمهندس محمد، أو تعديات على الأراضي الزراعية أو على أراضي أملاك الدولة من خلال معداتنا. وده طبعا هو حضرتك بتبقى فيه زي غرفة عمليات موجودة في كل محافظة، موجودة في أيام العطلات الجمعة والسبت والأعياد والمناسبات، لأن غالبا ما بيتم المخالفة في أيام العطلات، وعليه لابد يبقى أن وزارة الحكم المحلي المتمثلة في الوحدات المحلية ومجالس المدن بالاشتراك مع السكرتير العام لكل محافظة هم بيبلغونا، في يعني لو بلغونا الساعة 2 بالليل بنبقى الصبح في قلب الحالة. موضوع ان انا انزل الحاله في المهد بيبقى اسهل كتير جدا من ان هي تعمل لها قواعد وعمدان واسقف وحاجات زي كده، ورغم ذلك بتقوم الهيئه بازاله الحاجات المتقدمه اللي هي فيها ادوار. زي ما قال الدكتور حسن، احنا اشترينا السنه دي 4 حفارات قدره حصانيه عاليه جدا وركب ومجهزه بالشواكيش. ده المجهز بالشواكيش ده علشان يكسر الخرسانات اللي حالة الإزالة ما قدرناش نلحقها في المهد. اللوادر بتشتري، العدد إجمالي للمعدات المجهزة في هيئة تحسين أراضي للقيام بعملية الإزالة للمخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، عندنا في كل منطقة شاكوش، حفار شاكوش، وعندنا في كل منطقة بما لا يقل عن عدد 2 لودر. ده دايما بيبقى موجود ستاند باي، جاهزين في أي وقت يجي لنا أي فاكس من أي مكان، ما بنستناش نحصل نسأل نعمل، بننزل بالاشتراك مع مديرية الزراعة في المحافظة، مديرية الأمن في المحافظة، رئيس مجلس مدينة أو رئيس الوحدة المحلية. انا بشكر وجود حضراتكم معانا والقاء الضوء النهارده على يعني الهيئه العامه للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الاراضي ودورها في خدمه المزارعين وخدمه البلد من خلال ازاله التعديات. بشكر وجود حضراتكم. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا فندم. لسه فقراتنا متواصله مع حضراتكم بعد الفاصل ان شاء الله، فقرتنا الاخيره عن زراعه البرسيم المصري، ابقوا معنا ان شاء الله.